الكردات المعلقة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار. النهاردة حلقة بسيطة جدا بس مفيدة جدا للناس اللي عايزة تألف مزيكا والناس اللي عايزة تعمل تعبير عن نفسها بالموسيقى. النهاردة هنتعلم كورد لو اتغير فيه نوتة بيديني إحساس بقفلة، بيديني إحساس بقفلة. احنا كلنا عارفين ان اي كورد ماجير بيتكون من تون الكورد، التالتة بتاعته، الخمسة بتاعته. التالتة الاولانية بتبقى كبيرة والخمسة بتبقى تامة، واللي هي تالتة صغيرة بين التالتة وبين الخمسة. يبقى تالتة كبيرة فوقها تالتة صغيرة يعمل لي كورد ماجير. مثال لذلك دو مي سول، تلات نوتات بيعملوا لي كورد الدو ماجير او السي ماجر. الدو والمي بينهم تون وتون، اتنين تون، فدي تالتة كبيرة. بين المي وبين السول تون ونص، مي وفا تون كامل، وبين الفا والسول نص تون. راجع حلقات الهارموني بتاعتنا، يبقى دي تالتة صغيرة، تالتة كبيرة فوقها تالتة صغيرة اللي هي في نطاق الخمسة التامة. ده هيعمل لي الكورد الميجر او الكورد الماجير. تمام كده مع بعض. لو انا زودت التالتة ديت نص تون بقت الرابعة بتاعت الكورد، يعني بين المي والفا نص تون، فهنزود النص تون دوت، فهيبقى الكورد بتاعي دو فا سول. دو فا سول، نسمع طعم الكورد دوت، الدو والفا والسول هيطلع ايه. كورد غير مستقر. طب اعزف بعده بقى الدو. بيديني حاجة شبه قفلة، بتقفل. انت بتدور بالكورد الغير مستقر ده على كورد مستقر وبيقبل بعدها انك تلعب الكورد، انك انت بتنزل نص تون بس من الرابعة للتالتة. الكورد ده ليه بوزيشنات كتير قوي. البوزيشنين او التلاتة المشهورين اللي احنا هنعملهم دلوقتي، واحد في الوضع المفتوح هنعمله مثلا في كورد الري ماجير. كورد الري ماجير، ري فا دييز لا، ده بيديني الكورد الري ماجير. لو الفا دييز بقت سول ورجعتها تاني على الفا دييز، شوفوا هيطلع التأثير ازاي. في اغنية مشهورة في الموسيقى الغربية اسمها اني سونج، كتبها واحد اسمه جون دنفر لمراته اني. فالاغنية اغنية حب يعني، فبدأ الاغنية بالكورد المعلق ده. شفتوا الدخلة بتاعتها؟ بتتعمل في الدخلة، بتتعمل في القفلة، زي ما انت عاوز بتعمل الكورد بتاعي اللي هو الرابعة، اللي بيسموها الرابعة المعلقة. الرابعة المعلقة ما بتحط الكورد الرابع، النوت الرابعة بدل التالتة في الكورد الميجر، بتعمل لك كورد غير مستقر عايز ينزل تاني على الكورد الميجر، بيبقى معلق عايز ينزل على الكورد الميجر العادي، فبيعمل لك شبه قفلة. الكورد التاني اللي هنعمله من وضع احنا عملنا دوت الوضع المفتوح اللي هو الري ماجير، فاحنا هنبقى الري فا دييز لا، ده اللي هو الكورد الري ماجير عادي. لو انا بصباعي الرابع حطيت صباعي على السول وشلته، هيديني الاحساس بتاع الكورد المعلق بتاع الري ماجير دوت. في الوضع التاني اللي هو الباريلا او الوضع البار زي ما انتوا بيسموه الكورد، الكورد الميجر مثلا، لو احنا هنعمل النوتة الاساس بتاعته في الوتر السادس، فيبقى ده مثلا السول ماجير. لو انا حطيت الثلاث صوابع فوق بعض وحطيت صباع الباريلا الاول وبعدين حطيت ثلاث صوابع على الوتر الخامس والرابع والثالث بالمنظر دوت، بيعمل لي الكورد المعلق ده، وممكن ارجع بيه على الماجير اللي هو العادي بتاعنا. فتلات صوابع فوق بعضيها على الوتر الخامس والرابع والثالث، والسادس بتعزف معايا طبعا، وما
بيجي ارجع تاني على الكورد الباري العادي الوضع الميجر، راجع اوضاع الكوردات بتاعنا. فده او ده تاني وضع من اوضاع الكورد المعلق على الكورد الميجر اللي هو الاساس بتاعه بيبقى في الوتر الخامس اللي هو طبيعي بيبقى عامل زي المعلق بتاع اللي فوقه يعني، واخد بالك. فاحنا بنحط دلوقتي الكورد الباري كورد اللي هو المعتاد اللي هو دو، فهتلاقي عندك الدو بيتعزف بالصباع الباري اللي هو قافل على الاوتار من 1 لـ 5، وعندك بعد كده الوتر الرابع والثالث والثاني، حطت انت الصباع الثاني والثالث والرابع عليهم بايدك الشمال فبيعمل لك الكورد الماجير العادي. طب لو انا حركت الصباع الصغير خطوه واحده بس ناحيه البريدج، فهتلاقي انك انت زودت الثالثه نص تون. فده بقى المعلق بتاعي. طب هل في اغاني احنا عربيه فيها الكلام ده اتعمل؟ بعض الاغاني اتعملت فيها الكوردات دي، بس مش كتير، مش ناس كتير قوي تفهم او تعرف تستعمل دوت في الموسيقى الشرقيه. اللي انا اذكرها حاجه وحيده بس كانت اغنيه شوكولاته للفنان محمد منير، عازف البيز العالمي حسن خليل الله يرحمه، كان صديق شخصي ليا. فكنا بنعزف مره فاداني الكوردات بتاعه الاغنيه بتاعه شوكولاته ديت، فاستعملوا فيها السسبندد 7. في السيفن برضو ممكن تحط عليها السبعة، فانت بتعمل بالظبط كأنك بتعمل الكورد بتاع اللا سيفن، بس هتحط مكانه الصباع، صباعك الصغير تحت الصباع الثالث بس فوت خانة فبيبقى عامل كده، فبيبقى الأغنية بتبقى عاملة كده. استعمالها بسيط، عملت لي جمله موسيقيه، كورد سسبندد نزل على الكورد الميجر، عمل لي جمله كامله. فبالتلات اوضاع دول انت ممكن تعمل السسبندد على كل الكوردات اللي انت تعرفها، ولكن لازم تبقى فاهم النظريه بتاعتها. النظريه بتاعتها ان انا بدل ما احط الثالثه في الكورد بحط الرابعه واللي هي نص تون بالظبط بينها وبين الثالثه في الكورد الماجير، بحط الرابعه بتاعتها وانزل على الثالثه اقفل الكورد واقفل الجمله. دي كانت حلقه سريعه عن الكوردات المعلقه او السسبندد. في انواع تانية من السسبندد، في سسبندد 2 انك انت بتحط الثانيه بدل التالتة، بس دي استعملها مش كتير، ما بيستعملهاش كتير، او بتبقى غالبا الناس بتوع الجاز اللي بيستعملوا السسبندد 2 دوت كتير قوي في المقطوعات بتاعتهم. ولكن السسبندد 4 ده مشهور جدا في بره في الموسيقى الشعبيه او البوب ميوزك، ومشهور في كل انواع الموسيقى اللي حتى التقليديه الروك، مشهور حتى في الموسيقى الكلاسيك يعني، حتى كمان الموسيقى الكلاسيك فيها السسبنشن ده هتلاقي حتى من القرن ال 18 يعني. مش مشهور عندنا قوي في الموسيقى بتاعتنا او في الاغاني بتاعتنا، لان ما بتتكتبش بستايل محترف شويه في الهارموني، فما بيحطوش الادوات دي كلها، وما حدش دقها لسه من المستمع العربي. بس احنا هل احنا نقبلها؟ طبعا، لانك انت سمعت الاغنيه اللي انا عملتها حته منها دي دلوقتي ومقبوله جدا، مفيش اي مشاكل فيها، بالعكس دي فكره جديده يعني حلوه. فاتمنى ان احنا نعرف الحاجه الصغيره ديت، وكل شويه نبقى ندي هنت صغيره لحاجه ممكن تستعملها في مؤلفاتك او تحطها في الحانك وممكن تعمل بيها نتائج كويسة جدا. دي كانت حلقة السسبنشن او التعليق في الكوردات، واشوفك الحلقة الجايه.